علمنا السيد المسيح في الموعظة على الجبل أن ندخل من الباب الضيق، بمعنى الذي لا أدخله وأنا أحمل ضغائن ضد الآخرين، الذي لا أستطيع أن أدخل منه وأنا أحمل خطاياي معي. الباب الضيق هو الذي أدخل منه وأنا تائب إلى الله، وأنا أحاول أن أعيش الحياة التي ترضيه. الباب الواسع الذي يدخل منه كثيرون بخطاياهم وبأحمالهم، هم الذين ينتهي بهم ذلك إلى الطريق الواسع الذي يؤدي إلى الهلاك. وبالأسف الأغلبية تقصد هذا الباب الواسع الذي يؤدي إلى الطريق الواسع الذي ينتهي بالهلاك الأبدي. ندخل من الباب الضيق الذي فيه نترك خطايانا خلف ظهرنا، ونتجه إلى الله بكل قلوبنا في توبة حقيقية صادقة، وفي رغبة في حياة ترضيه وتمجد اسمه.